السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. إخواتي، أقدم لكم وقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، 3 ربيع الأول 1446، من قناتي أنا وحياتي. فضلا منكم وتكرم أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. مواقيت الصلاة على القاهرة: يؤذن الفجر اليوم في 5:06، الشروق في 6:35، يؤذن الظهر اليوم في 8:53، يؤذن العصر اليوم على مدينة القاهرة في 4:26، يؤذن المغرب اليوم في 7:11، تؤذن العشاء في 8:30. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيد الأولين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، صلاة دائمة قائمة إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. شكرا لحضراتكم، أتمنى لكم الخير كله. في الختام دايما أسأل الله لكم الخير كله عاجله وآجله يا رب العالمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.